راني هنا مع لوسي من السفارة البريطانية باش نشجع رياض محرز في الشامبيونز ليج. 1-2-3 فيفا لاجاري. درك نشوفوا اذا الجزائريين يعيطوا لكرة القدم soccer كما يقولوا في الامريكان ولا football كما يقولوا في الانجليز. Like the British and literally everyone else in the world. Football. 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 أنا تبان لي نحبس وما نحسبه نديرو ماتش مين. So why do you call it soccer? What does soccer even mean? شوفي اللاعبين واش يلبسوا في صبابتهم. تفاشر. تفاشر بالإنجليزي يعني socks. على بها soccer. I think you just made that up and even you have no idea why you call football soccer and why you have another sport called football in which feet are rarely used to hit the ball. الرجلين نستعملوهم كي نجروا باش نزدموا في الناس هكا. لا علينا، خلينا نروحوا نشوفوا الجيم خير. Also, it's a match, not a game. They're not children, but okay. معلش، المهم المشاركة والبركة في القليل. خيرها في خيرها. Oh dear, that was terrible.